جمال المعزوفة عند الرشايدة بشرق السودان، كان هذا ما شاهدتموه عبر التقرير اللي سبق، وجمال كل السودان وسمحته في العادات والتقاليد السودانية سمح اللي بيتتميز بها كل منطقة وكل قبيلة، وده شيء مميز جدا للسودان وما يجمع لحمتنا هذا التنوع المميزنا عن غيرنا وبيجمعنا دائما. نذهب مباشرة إلى واحدة من الإعلاميات الشابات المميزات جدا، وتميز الرسالة الإعلامية مع المبادرات العديدة وتحديدا في الآونة الأخيرة عبر السوشيال ميديا نشاط كبير جدا، وعدد من المبادرات والبرامج الحية والرسائل المباشرة إلى المتابعين ومشاهدي كل الوسائط المختلفة. خلونا معكم نتابع هذه المادة ونعود لنتعرف على ضيفتي الكريمة. نتكلم عن توعية خليك في بيتك. خليك في بيتك ما بالضرورة ان احنا حاجة ما محتاجين لها نطلع لها برا الشارع او نمشي لها الاسواق او اي كان، لازم ان احنا نلزم البيت شوية بالتوعية ونتبع خطوات الولاية ووزارة الصحة. لازم نكون قاعدين في البيت، انت يا الخاله ويا العمه ويا الحبوبه ويا عيومه، اذا ما في حاجه ضروريه ما تطلع من البيت، خصوصا زياره المستشفيات، زياره الاهل، الاقارب، الاصدقاء، خليكم في البيت. اي نعم انه الفتره دي فتره بتاعت اجازه، يعني كل الاطفال بيكونوا موجودين، امسكي اطفالك واقعدي داخل بيتي، خليكي دايما في البيت وخليكي متابعه الخطوات. ما ضروري انه نحن نلبس كمامه تعلمين ونحن موجودين داخل البيت، بس نحن كمان لازم نعقم، يعني التعقيم مهم، لازم يكون عندك معقم في يدك كل راس ثانيه، نحن ممكن ناخذ من المعقم ونعقم وخليك. خليك في البيت واحدة من المبادرات اللي حنتكلم عنها اللي اطلقتها الزميلة الإعلامية منهل الطريفي، وهي معكم الآن ومعنا في استديو صباح الشروق. أهلا بك، صباح الخير. مرحبا بك حسام، صباح الخير عليك وصباح الخير لكل المشاهدين اللي بتابعونا الآن عبر صباح الشروق، والتحية كمان للتيم العامل. أهلا بك كثير، سعيدين جدا بك. وموضوعنا بصورة عامة عن استخدامات السوشيال ميديا وكيف الإعلاميين الشباب يستفيدوا منها بصورة عامة، وحنشوف تجربتك المميزة جدا واللي لقت صدى واسع ومتابعة واسعة جدا عبر السوشيال ميديا. لكن في البداية خلينا نتكلم عن التجربة بصورة عامة، وكيف قدرتي تستفيدي من جو السوشيال ميديا الموجود؟ هي ما أول مرة طبعا بعمل في السوشيال ميديا، باعتبار إن السوشيال ميديا هي بنقول بتنطلق بسرعة البرق. يعني لو عندي مادة عايزة أقدمها ولجأت لغنى، يعني ما بالسهل، او يعني كل حدث بالخطوات بتاعته، فالسوشيال ميديا سهل جدا انه نعمل حاجه وتنطلق بسهوله يعني. فقررت انه اعمل، خصوصا بعد انه في تداول لمقاطع فيديو كانت حايمه، كان بتذكر رجل شايل كوبايه عصير، وانه الناس ممكن عادي تطلع وانه تمشي الاسواق وتشتغل، يعني الحركة كانت عادية في الفترة الأولى من الجائحة بتاعت كورونا. ربنا إن شاء الله ربنا يزيل مننا البلاء والوباء. فمجموعة من الشباب قررنا إنه نعمل توعية كدورنا كإعلاميين، يعني هي ده حبهم إنه نحن نوعون يعني بالحاجة دي. فقررنا إنه نعمل توعية شاملة للمواطنين عامة. بدينا بالتوعية بتاعت خليك في البيت، لأنه كان الحركة سير الناس، أي نعم كان البلاد بتمر بظروف اقتصادية صعبة، كانت صفوف كثيرة يعني، فبس ما بالضرورة إنه كل الأشياء نحن ممكن في بدائل ممكن نعملها في البيت. فقررنا إنه نعمل التجربة وفعلا انتشرت بسرعة، يعني إنه لقت صدى واسع من الناس باعتبار الإعلام الجديد متاح، و في كثير جدا من العقبات زي ما انت ذكرتي ممكن تتزلل من خلال استخدامنا للاعلام الجديد. و
بتحتاج برضو انت قلتي معايا مجموعه شباب، بتحتاج برضو مهما انا بعت لك ده حال الاعلام، العمل فيه دائما جماعي، المجهود ما بيكون فردي، بتحتاج لتيم، لتيم عمل على اقل تقدير، على درايه بالعمليات الفنيه بسرعه، من التصوير المونتاج شفنا ماشي، حتى الاجهزه والمعدات، يعني العمل الاعلامي عمل مكلف جدا حتى وان كان على السوشيال ميديا. نعم، عارف يا حسام نحن كل واحد كان قاعد في بيته وبصور بالتلفون زي ما شفنا المادة، كلنا صورنا بالتلفونات، يعني هي ما كانت حاجة صعبة بالنسبة لنا، بس نحن كنا الصعب انه كيف الناس تتقبل الحاجة دي بسرعة وبسهولة يعني. فبعد ده كل زول عمل المادة دي بالتلفون بتاعه، حاولنا انه نضيف ليها حاجة بسيطة، حتى المونتاج انه برضو كان بالتلفون، يعني كل حاجة كانت عبر الجوال والهاتف يعني. فالحمد لله لقت القبول واستمرينا الحمد لله. كيف كان تقييمكم لمبادرة خليك بالبيت؟ بدي اشوف التقييم، كيف نظرتوا لهذه المبادرة، و الى اي مدى بقت دافع عشان ما تكون في مبادرات على ذات الشاكلة ودافع اكبر جدا؟ احنا اول كنا متخوفين انه ما تصل بسرعة، او لما بدينا الفكرة انه احنا كان حنوزعها عبر القنوات الفضائية. صحيح. بس زي ما قلت لك في الاول انه احنا قلنا حننتظر، يعني عارف انت شغل القنوات حيقول لك خليه يجي برنامج مرتبط بالحدث الفلاني او كذا، باعتباره جزء من ثغرة الخارطة البرامج. ايوه باعتباره، ايوه. فقررنا انه السوشيال ميديا عامه هي زي ما قلت لك سهل جدا انه توصل، يعني خصوصا انه السوشيال ميديا في الاوان الاخيره لقت صدى واسع من المجتمع، بس من المجتمع العالمي كعامه يعني، ما بس السوداني. فبعد ذاك عملنا الحاجه دي ووزعناها والحمد لله. الحمد لله. العايد بعد ذاك الفيدباك الصدى كيف تعاملتوا معاه؟ باعتبار انه انا طلعت حاجه كنت متخوف منها جدا لقى الصدى واسع، فكيف كان تفاعلكم مع الموضوع ده كتيم عمل؟ والله يا حسام تعاملنا بالموضوع عادي يعني، من خلال في ناس كانوا ما عارفين، في اعلاميين كانوا كاذاعيين ما قاعدين يسهروا او ما عندهم علاقه بالسوشيال ميديا او وسائل التواصل الاجتماعي، كان محدود بالنسبه لهم واتساب فيسبوك، ما بيطلعوا لايفات، بس لما هم عملوا المبادره دي او التوعيه عرفهم على العالم يعني الخارجي، وبقوا ناس معروفين يعني، حتى الناس وتحديدا مذيع الاذاعه الناس كلها والمشاهدين. ايوه هم طبعا خلف الميكروفون. ايوه شوف من الصوت الجميل اللي بيخاطبني ده. ايوه هم تحيه لكل اذاعه الاف ام طبعا بالصوره، هم نحن ما بنعتبرهم زي المجهولين، لكن عندنا زي الكنترول يعني، هم خلف الميكروفون وما ظاهرين بصوره واضحه، بس الحمد لله يعني في المبادره دي عرفتهم بالناس، الناس من خلال المبادرات، وحبوا نحن يعني ما نجيب على المبادره بتاعت خليك في البيت او توعيه جائحه كورونا، بالعكس نحن السودان محتاج لنا في حاجات كثيره. صحيح. يعني نحن ممكن نعمل مبادرات اخرى يعني. منهل الطريفي ككلمات الاخيره الان، ما نجيب هي وقفت وصلت ونشاط كبير جدا في السوشيال ميديا، ودليلنا انه كان في رمضان في برنامج كامل، انتاج برامج في رمضان ده، القنوات والاجهزه الاعلاميه الكبيره بتعد العده قبل شهور، اربع خمسة شهور، خارطه برامجيه واجتماعات، فمن هل الطريفي استطاعت انه يكون عندها برنامج في رمضان اسمه وانا سد باب؟ يا ريت كلمينا وخلينا نشوف التجربه دي. طيب وانا سد باب، اول حاجه حعرفك بيه. طيب. اللي هو عندنا كعامة في مجتمعنا السوداني ستات البيوت عندهم الونسة في الباب بتحل ليهم أكثر من الونسة داخل البيت، يعني بنلقى كثير من أمهاتنا، أنا بذات نفسي يعني بحب إنه الونسة، أيوة الزمن اللي بقضوه خارج في الباب أكثر من الداخل جوا، فهي حركة مزعجة، لكن بس برضو هي من عاداتنا وتقاليدنا السودانية السمحة الجميلة الأصيلة. أيوة، فحاولنا نعمل حاجة جديدة
مبتكرة غير البرامج اللي بتكون تقدم في رمضان أو في القنوات الفضائية. هي فكرة الأستاذ خليل سلمان، من هنا له التحية. إخراج عثمان العجمي، تصوير رامي أحمد. تخيل إنه نحن البرنامج ده فكرة اتنفذت في ظروف صعبة، اللي هي كانت في الجائحة بتاعت كورونا. قدرنا إنه الفترة الصباحية نحن قاعدين نمشي نصور فيها. مرات يا حسام بنصور حلقتين ورا بعض، اللي هي لما تكون البيوت قريبة لبعض طبعا يعني. أيوة، هو مرهق لنا نحن. ليه؟ لأنه الفترة كانت زي ما قلت لك صعبة. صعبة طبعا، حتى الحركة شبه معدومة. الحركة طبعا. بس نحن اللي ساعدنا إنه بنمشي للزول اللوكيشن بتاعه، اتخذنا اللوكيشن الأساسي خشم الباب. يعني بنمشي للضيف لحد عنده، فبعد ذاك بتبدأ الونسة في خشم الباب عادي بالدارجي. يعني ما في تنمغ، ما في مكياج اوفر، ما في حاجات كثيره، اللي هي كانت عادي بالدارجه زي كأننا زايره صاحبتي او كذا يعني. فالحمد لله سجلنا 27 حلقه بعد تعب. يعني نحن يمكن بنطلب ترحال، ما يعني مرات بنمشي بالمواصلات، مرات المسافه بتكون قريبه، يعني بآلاتنا بنمشي بنطلع بالكاميرات. جميل، هنتكلم ونواصل، لكن خلينا نشوف مشاهد من ونسة باب معكم مشاهدينا الكرام ونعود. المشاهدين الأحباب في كل مكان، كيفكم؟ إن شاء الله تكونوا كويسين. اليوم حلقتنا إن شاء الله حتكون من شرق النيل. ضيفتنا حتكون مميزة، المذيعة الجميلة سوسن محمود. تعالوا كلنا نرحب بسوسن محمود. سعيدة بيك والله أنا كون الليلة أكون يعني بضيافتك، وشكرا كمان للترحيب. مرحبا بك عشرة يا منهل، مرحبا بك ورمضان كريم عليك وعلى الشعب السوداني الجميل. تسلم حبيبتي، إن شاء الله يا رب. عادة سوسن الونسة طبعا ما بتحلى إلا وعين خشم الباب يعني. عادتنا السودانية. عادتنا السودانية. مهما يعني مشينا لقدام، مهما تحدثنا، عندنا عادات وتقاليد جميله جدا يا مرحبا، ما قاعد نتخلى عنها. في حين انه بعض كبارنا يعني ما بيريدوا، ما بحبوا الحركه دي، ما بحبوا انه النسوان يجيبوا على خشم الباب. لكن سبحان الله دائما المواضيع ما بتتذكريها الا وانت طالعه يعني، ودائما الشارع السوداني بيذكرك بكثير من الحاجات، عشان كده بتقوم تحمل الوقفه مع الباب وتكتمل المواضيع. طبعا. سوسن الحاجة اللي عرفاني اتولدت يعني وترعرحت في كسلة، يعني انت ما داخل ولاية الخرطوم. ورينا الحاجات والعادات اللي بتحصل هناك في كسلة، او يعني عندكم نفسي ونسة الباب واللمات والقعدات والحاجات دي. شوفي يا منهل، انت كسوداني دايما البلد دي كلها بلدك. طبعا انا زولة من الناس، زولة سودانية نشأت في ولاية نهر النيل وانتمي لنهر النيل وافتخر اني انتمي للسودان ككل، لكن جمال الترحال والتنقل بعد ذاك وكثرة المشاهدات من نهر النيل. كانت هذه لقطات ومشاهدات من برنامج ورثة باب. انا عندي سؤال، يعني ليه انتوا الورثة دائما بتكون ختامها في الباب؟ ايش يعني تصعبتوا الا تتذكروا كلامنا؟ زي ما قالت استاذة محمود المذيعة الجميلة، لا تحية من هنا. في حاجات احسان بتاعت نسوان ما بتتذكرها ولا انت في خشم الباب؟ زي ما قلنا مشتركة يعني. ايوه، لا ما مشتركة، يعني في البيت انت بتكون قاعد حواليك كم شخص، فانت بتكون عايز زولك ده بجنب كده عندك له حاجه عايز تقولها له. لما كلكم بتطلعوا ويجيبوا في الباب يعني. لا، هناك بتاخذوا بجنب كورنا شويه كده. جميل، خلينا نختتم برسائل، ونحن دائما اصحاب رسائل، وانت ما وقفتي من الرسائل من خلال المبادرات والبرامج المختلفه. في انه نتكلم عن كيفيه استفاده الشباب بصوره عامه من مواقع التواصل الاجتماعي، و يتم بث كل موهبه وبث كل الابداعات عن طريق السوشيال ميديا، والشاهد انه في عدد من الاشراقات في الاونه الاخيره بدات تظهر لكل الناس يعني.
طبعا حسام السوشيال ميديا هي عندها اضرار، عندها ايجابيات وعندها سلبيات. في حاجه في الدنيا هي عندها ايجابيات وعندها سلبيات، اكيد. بس في السوشيال ميديا اي نعم هي سهله، بتوصل رسالتك بسرعه، صحيح، ايوه. بس كمان في الاوان الاخيره انه في بعض الشباب او الشابات يعني بقوا يستخدموها استخدام سيء. نعم. محاولات الاحتيال والنصب والسرقه والحاجات دي كلها بقت يعني تحصل من خلالها. الحمد لله في السودان ما عندنا كثير شديد كده. يعني هي ما كثير، بس بتلقى في بعض من، ايوه، بعض من الحالات يعني. فهي بتوصل رسالتنا بسرعه وممكن نستفيد منها، زي ما انا رسلت الرساله بتاعت التوعيه، صحيح، في مقاطع فيديو قصيره، وزي ما قلت ان السودان محتاجه الكثير مننا وللوطفه معه، خصوصا في ظل الظروف الاقتصاديه الحاليه حاصله. فممكن نعمل مبادرات ثانيه اخرى يعني لكل حدث، ممكن نحن كدورنا كاعلاميين. فالاستفاده مش بس نحن بتختصر على الاعلاميين، لا، محتاجه وقفه من كل الشباب والشابات. كل شهر انا اكون نزلت تقريبا عنده، ايوه، عنده فكره معينه ممكن يوصلها، ايوه، ممكن انا اوصل فكره معينه، بس هو ممكن يجي بطريقه مبسطه ومختصره يوصل الفكره بتاعته عبر السوشيال ميديا. اكيد، شكرا جزيلا منال. شكرا حسام، شكرا للتيم العامل كمان، شكرا، صباح الشكر. شكرا جميلا. اذا مشاهدينا الكرام، كانت هذه الزميله الاعلاميه الشابه منهل الطريفي، وتحدثنا عنها عن استخدامات الميديا، وشفنا معها مبادرات السوشيال ميديا. ما حنمشي الباب ونتونس في الباب، بس حنمشي فاصل صغير ونرجع نتواصل معكم في صباح الشروق.